هلا فهمان، أشوفك مسافر. هي والله أسبوعين بغير جو مع العيال. الله يهنيك إن شاء الله. بس كيف دبرت مصاريف السفر؟ من أسبوعين خبرتني أنك ما بتسافر. هي صح الكلام، بس الحمد لله نزلت لنا من كم يوم أرباح طيبة من الشركة الزينة اللي اشترينا سما، تذكرها؟ هي طبعاً طبعاً أذكرها. وزعوا أرباح للمستثمرين فيها من مدة. أرباح؟ وش معنى أنت بس؟ أنا وياك مستثمرين في نفس السهم ونفس الكميات، ما يعني شيء. سؤال، أنت سجلت رقم حسابك المصرفي عند شركة الوساطة؟ لا والله ما حد خبرني. عيل بتروح السوق أو شركة الوساطة تسجل رقم حسابك وبتسأل عن نصيبك في توزيع الأرباح. وهم بيحولون الأرباح على حسابي؟ أكيد بيحولون لك من أي ورقة مالية عندك، وهالشي بيضمن لك حقك كمساهم لو نزلت لك أي أرباح.